10 تمارين للتخلص من دهون الظهر والذراعين في أقل من 10 دقائق. لا شيء يخيب الأمل أكثر من ارتداء ملابسك المفضلة ورؤية الزوائد في ظهرك وذراعيك تتدلى، بل الأسوأ من ذلك هو أن هذه المناطق يصعب للغاية استهدافها في النادي الرياضي. ولكن لا تقلق، لقد قمنا بإعداد تمارين مثالية ستساعدك على التخلص من الدهون في الصدر وأعلى الظهر للأبد. واحذر ماذا؟ لا يلزم أن تغادر منزلك. كل ما تحتاجه هو حبل قفز، اثنان من الدمبل، كرة تمارين رياضية، بساط رياضي، وعشر دقائق فقط من وقتك. قبل أن ترتدي ملابسك الرياضية، تأكد من الاشتراك في قناتنا وتشغيل إشعارات النشر حتى تكون دائماً أول من يطلع على جديدنا في الجانب المشرق من الحياة. والآن لنقم بمحاربة الدهون. التمرين الأول، القفز على الحبل. كما هو الحال مع أي مجموعة تمارين رياضية، من المهم القيام بالإحماء وجعل الدم يتدفق. سنقوم اليوم بتحقيق ذلك من خلال القفز على الحبل أو نط الحبل. أياً كان المسمى، المهم هو ألا تنسى تقليب الحبل بمعصميك فقط. اضبط مؤقتك لدقيقتين، قف في مكانك، استعد وانطلق. أثناء قيامك بالقفز سنتحدث عن أهمية الإحماء قبل التمرين. يمكنك أن تخمن من الاسم، يزيد الإحماء من درجة حرارة جسمك برفع معدل ضربات القلب والدورة الدموية. هذا يهيئ جسمك للنشاط المضني ويجعل عضلاتك وأوتارك وأربطتك أكثر مرونة لمنع الإصابة. عادة ما يتكون الإحماء من تمارين قلب خفيفة وتمدد. ولكن لماذا القفز على الحبل؟ أولاً هو تمرين قلبي ممتاز. يستهدف هذا التمرين الكتفين والظهر والصدر والفخذين والبطن وعضلات السمانة. ووفقاً لمعهد القفز على الحبل، نعم يوجد هكذا معهد، فإنه مفيد أيضاً لدماغك، حيث يساعد القفز على الحبل على تطور نصفي الدماغ الأيمن والأيسر، الأمر الذي يحسن الوعي المكاني ومهارات القراءة ويقوي الذاكرة والإدراك الذهني. دقيقة واحدة أخرى، أنت تقوم بعمل رائع. تقول الرابطة الدولية للياقة الشباب، يقوي القفز على الحبل عضلات القدمين والكاحلين والركبتين ويحسن الاستقرار في مفاصل الساق. بالتأكيد ستجد ذلك مفيدا حالما نصل إلى بقية التمارين في مجموعة تمارين اليوم. من كان ليعتقد أن هذا النشاط الذي يبدو صبيانيا مفيد للغاية لك؟ هل تشعر بزيادة معدل ضربات قلبك؟ استمر، فلم يتبقى سوى 30 ثانية أخرى. وانتهى. خذ لحظة لالتقاط أنفاسك ولننتقل إلى التمرين التالي. التمرين الثاني، اللكم المتقاطع مع الدمبل. ستحتاج إلى دمبل لهذا التمرين بكل تأكيد، ولكن إذا لم يكن لديك دمبل يمكنك استخدام علبتين أو قارورتي ماء مملوءة بالماء أو الرمل. تأكد فقط أن الغطاء محكم الإغلاق. ابدأ بالوقوف مع قدميك، ابعد قليلاً من عرض الكتفين مع ثني ركبتيك قليلاً. أبقي مرفقيك مشدودة على جانبيك، ولكن قم بثنيها بحيث يصبح الدمبل أمام صدرك. ادفع ذراعك الأيسر في حركة اللكمة، عد إلى وضعية البداية، ثم ادفع ذراعك الأيمن. لنقم بذلك لمدة دقيقة، وانطلق. لكمة لليمين، لكمة لليسار، يمين، يسار، أخرج الملاكمة داخلك. هل تذكر دهون الذراعين المزعجة التي تحدثنا عنها مسبقاً؟ نعم، سيقوم هذا التمرين بإبادتها. وفي الواقع يستهدف تمرين اللكم المتقاطع مع الدمبل الجزء العلوي من جسمك بأكمله، ويحسن سرعتك وتنسيقك. استمر في التبديل بين الذراعين. هل بدأت تشعر بالوجع؟
30 ثانية متبقية. سيمنحك تمرين اللكم المتقاطع مع الدمبل كتفين رائعين، وأنت تعرف ما يعني ذلك. مرحبا يا أيتها القمصان بلا أكمام. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد، وانتهى. التمرين الثالث، ضغط الصدر مع تمديد الساقين. أحضر الآن بساط التمارين. ألا يزال الدمبل هنا؟ جيد، لأنك ستحتاجه. استلقي على ظهرك مع الوركين والركبتين مثنية لزاوية 90 درجة. سيؤدي ذلك إلى رفع قدميك عن الأرض. أمسك الدمبل في كل يد، وضع ذراعيك على الجانبين على الأرض، ثم قم بثنيهما بحيث يصبح معصمك في نفس الخط مع مرفقيك. أحضر ذراعيك معا للأعلى فوق صدرك، وارفع كتفيك من البساط أثناء تقويم ساقيك. عد إلى وضعية البداية. لنضبط المؤقت على 45 ثانية وابدأ. هذا التمرين لوحده تمرين متكامل للجسم، فهو يقوي الصدر والظهر والعضلة ثلاثية الرؤوس. وبالطبع لا يمكننا أن ننسى عضلات البطن العلوية والسفلية. استعد لتقسيمات البطن التي لطالما حلمت بها. يمكنك أخيرا أن تودع تلك الكرشة الصغيرة، الخلاص الأخير إذا سألتني. كما يحسن ضغط الصدر مع تمديد الساقين وضعية الجسم والمرونة أيضا. ثلاثة، اثنان، واحد، وأحسنت. التمرين الرابع، الصف المستقيم. احتفظ بذلك الدمبل لهذا التمرين أيضا. إذا كان لديك ثقالة يمكنك استخدامها بدلا من الدمبل. قف بقدميك متباعدة بعرض الكتفين وظهرك مستقيما. أمسك الثقالة أو الدمبل في يديك واتركها تتدلى أمام الوركين. قم بثني مرفقيك وأخرجهما إلى الجانبين لرفع الثقالة حتى تصل إلى أعلى صدرك، وببطء أعدها إلى وضعية البداية. سنفعل هذا لمدة دقيقة كاملة. انطلق. يستهدف هذا التمرين الجزء العلوي والأوسط من الظهر، مما يحسن تناسق العضلات الأساسية، ويعني ذلك وضعية جسم أفضل. أعلم أن آباءنا ومعلمينا أخبرونا دائماً أننا بحاجة إليه، ولكن لماذا بالضبط؟ تذكرنا نشرة هارفارد الصحية بأن الوقوف والجلوس باستقامة مهم للتوازن ويساعدك على الحفاظ على الشكل الصحيح أثناء التمرن، كما أنه يحسن في الواقع تقديرك لذلك وتركيزك ودورة الأكسجين في جسمك. حسناً، 10 ثوان أخرى. وانتهى. شعور جيد أن تعلم أنك ستبدو بشكل جيد، أليس كذلك؟ التمرين الخامس، ضغط الصدر مع الكرة السويسرية. لا تضع الدمبل بعيداً، فلا تزال بحاجته. أحضر كرة التمرين أيضاً، وإذا لم يكن لديك واحدة، يمكنك استخدام مقعد مريح. استلق على الكرة بحيث يدعمك النصف العلوي من ظهرك مع الدمبل في كل يد. مدد ذراعيك إلى الجانبين. أبقي مرفقيك مثنيين قليلاً ومتجهين للأعلى لتجنب الإصابة. اسحب ذراعيك ببطء معاً بحيث يلتقيان فوق صدرك. كن حذراً، لا توقع الدمبل. وبرفق أعدهما للأسفل إلى الجانبين.
لديك 60 ثانية لهذا التمرين، لا تستعجل فأنت تتوازن على كرة. حسناً، يمكنك البدء. يقوي تمرين ضغط الصدر مع الكرة السويسرية كتفيك والعضلة ثلاثية الرؤوس وعضلة الصدر، وفي هذا التمرين تصعب كرة التمرين المهمة بزيادة نطاق الحركة، ولكنها تجعل التمرين أكثر فعالية. والنقطة الرائعة في تمرين عضلات الصدر تحت الثدي هي أنه يشده بصرياً، لذلك إذا كان هذا ما تبحث عنه فإليك تذكرتك له. هيا أنت تبلي حسناً. خمس ثوان أخرى وانتهى، لنستمر في التمارين. التمرين السادس، الضغط بوش أبس. نعم، لا شيء يتفوق على الكلاسيكيات. أنا متأكدة من أن الجميع يعرف كيفية القيام بتمرين الضغط، ولكن لا ضرر من شرح القيام به على أي حال، أليس كذلك؟ تمدد على الأرض مع ذراعيك ممتدة أمامك، ينبغي أن يكون معصمك تحت كتفيك مباشرة. استمر في إشراك عضلة بطنك في التمرين حتى لا تتدلى بطنك نحو الأرض. ببطء قم بثني ذراعك لخفض صدرك حتى يصبح أنفك على بعد حوالي بوصة من الأرض. ادفع للأعلى مرة أخرى إلى وضعية البداية. بالطبع، إذا لم تكن مستعداً تماماً لنسخة تمديد الساق، يمكنك دائماً القيام بنسخة ثني الركبة في الوقت الحالي. لذلك، بدلاً من التوازن على أصابع قدميك، ستكون على ركبتيك. حسناً، ستقوم بذلك ل45 ثانية بدءاً من الآن. يعتبر تمرين الضغط أكثر التمارين فعالية ضد دهون الذراعين. القيام به يومياً سيحقق بكل تأكيد النتائج المطلوبة، وفي الواقع على الأرجح أنك تشعر بألم في هذه المنطقة الآن أو في صدرك. أنت تمرن هذه العضلات أيضاً. هيا، بقي القليل. 3، 2، 1 وانتهى. التمرين السابع، الاندفاع المنحني مع ركلات جانبية مرتفعة. هذا التمرين لطيف كانحناء التحية، ولكنه يركل كالنينجا. إليك كيفية القيام به. خذ خطوة كبيرة إلى الوراء بساقك اليسرى أثناء تقاطعها خلف الساق اليمنى في نفس الوقت. اثني ركبتيك للقيام بانحناء. قف، اركل بساقك اليسرى إلى الجانب ومد يدك اليسرى نحو كاحلك الأيسر. حاول أن تركل بساقك للأعلى بارتفاع الخصر إذا استطعت. لنبدأ ب30 ثانية للساق اليسرى. جاهز؟ انطلق. كحركة مركبة، يشرك تمرين الاندفاع المنحني مع ركلات جانبية مرتفعة الجسم بأكمله. وبمجرد دخولك الأسبوع الثاني من التمرين، يمكنك القيام به باستخدام دمبل في يدك الممتدة. خطوة إلى الوراء، قف، اركل، عد للأعلى، اركل. أوشكنا على الانتهاء وانتهى. بالطبع لم ننتهي من التمرين بأكمله بعد. لنبدل الساق الآن ولنقم ب30 ثانية أخرى للساق اليمنى وانطلق. هل تتذكر الخطوة؟ عد إلى الوراء بساقك اليمنى الآن. انحني، قف، واركل بساقك اليمنى. الكم الهواء بيدك اليمنى. أنت تقوم بعمل رائع، ولكن كن حذرا، لا تكسر أي مزهرية غالية أو أي غرض آخر. بضع ثوان قليلة
وانتهى. احتفظ بتلك الطاقة، ولننتقل إلى التمرين التالي. التمرين الثامن، دوران اللوح. أوف، يبدو معقداً. إليك كيفية القيام به. خذ وضعية تمرين الضغط، ولكن اترك مسافة بعرض الوركين بين قدميك. تذكر، ينبغي أن تكون يداك أسفل كتفيك، كما ينبغي أن تشرك عضلات بطنك أيضاً. ببطء قم بلف عضلاتك الأساسية إلى اليسار، وارفع يدك اليسرى نحو السقف. أعد يدك اليسرى إلى وضعية البداية، وكرر على الجانب الأيمن. هل تعتقد أنه يمكنك القيام بذلك ل45 ثانية؟ أعلم أنه يمكنك ذلك. لنبدأ. تمرين اللوح هو طريقة رائعة لتحسين المرونة وتقوية العضلات الأساسية بأكملها. تساعد إضافة الدوران على تحسين توازنك وتمرين العضلات المائلة، وهذا يعني وداعاً للزوائد. مرة أخرى، يمكنك إضافة الدمبل إلى التمرين عندما تبدأ الأسبوع الثاني منه. وبالطبع، إذا كنت تشعر بأن ذلك سيكون خطراً عليك، يمكنك عدم استخدامه. واو، أنت تقوم بعمل رائع هنا. بقي القليل وانتهى. التمرين التاسع، وضعية الرجل الخارق. لا تقلق، لن تحتاج إلى قدرات الرجل الخارق للقيام بهذا التمرين، فهو سهل للغاية. استلقي على بطنك مع ذراعيك ممتدة فوق رأسك. أشرك العضلات الأساسية والعضلات الألوية لرفع ذراعيك وصدرك وساقيك عن الأرض. هل ترى؟ أنت مثل الرجل الخارق وهو يطير. سهل جداً، أليس كذلك؟ سنضبط المؤقت على 30 ثانية. جاهز؟ استعد؟ انطلق. تمرين وضعية الرجل الخارق هو أحد تمارين الظهر الأكثر فعالية، وهو حركة أساسية ممتازة تستهدف العضلات التي تثبت الظهر. بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يفعله بمؤخرتك سيذهلك. بقي القليل وارتاح، بقي تمرين واحد فقط. التمرين العاشر، التمدد. ما رأيك أن ننهي مجموعة التمارين هذه بتمديد الظهر؟ أحضر كرة التمرين لأنك ستحتاجها. ضع وسط ظهرك العلوي على الكرة. انحني للخلف بحذر أثناء مد ذراعك وساقيك. ابق بهذه الوضعية لمدة 20 ثانية فقط. حسناً، ابدأ. هل تشعر بالتمدد؟ شعور رائع، أليس كذلك؟ هذا التمرين هو مكافأة على الوصول إلى نهاية هذه التمارين المكثفة. فكر في أفكار تبعث على الاسترخاء، وانتقل إلى مكان سعيد. 3، 2، 1، وانتهى. ربط على كتفك، فأنت تستحق ذلك. قم بمجموعة التمارين كاملة على الأقل 2 إلى 3 مرات في الأسبوع. وإذا كنت ترغب في رؤية نتائج أفضل، قم ب3 مجموعات من كل تمرين، وبعد شهر واحد فقط لن تلاحظ اختفاء دهون الظهر والذراعين فحسب، بل ستلاحظ أيضاً تحسناً في قوة العضلات ووضعية الجسم والثقة. ولا تنسى أن التمارين تعمل بشكل أفضل عندما يتم دمجها مع نظام غذائي صحي، لذلك حاول أن تراقب ما تأكل أيضاً. هل تعرف أي تمارين أخرى فعالة للصدر والظهر؟ لا تتردد في مشاركتها مع الجميع في التعليقات. إذا كنت قد استمتعت بهذا الفيديو، امنحه إعجاباً وأرسله إلى أصدقائك، فقد يمكنكم حتى القيام بهذه التمارين معاً. الاتحاد قوة، أليس كذلك؟ لدينا الكثير من مقاطع فيديو اللياقة البدنية والحمية الغذائية على قناتنا، لذلك تأكد من اشتراكك على الجانب المشرق من الحياة.